السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين الكرام للقناة ندي مريف ديال الموقع العالمي اليوتيوب، أسعد الله مساءكم أقوم الإخوان. المشاهدين الكرام، الوضع الطرقي إيكوان عام سيدي زكوري من تيزي قد سيدي رمودرا، يعني إيكوان السانيتا الاتجاه إتكخ ميزة يعدو إتك خزروز إتكو غاي موساثن زق موساثن إهكو غا ونث إهكو غا غاثيزة إتفغا بنشيك. أقوم الوضع الطرق، نتمنى زي مجلس جهة الشرق ومجلس يتمنى بأنه قادين التحركات من المجلس من جماعة بن سيدي الجبل أنه ربما عما قريب أذين يري الإجراءات باش هذي سيوقع التهيئة يوبري ذا يوني تاغي تاوين طريق الفرعية. جاء بني سدير الجبل جماعة بني شكر مرورا في ميزار إموساثن ثيزة. إجن الوضع زعما يقصح، أقوم الوضع الإخواني يعني يقصح. ثم بني دسغي كن سني تبا بن سيد جد جاي مدى يدور ذاني يقصح. الوضع مبرد ونيت الصراحة يعني مقش داقع، ولهذا نتمنى زي المسؤولين على الصعيد الجهوي والمحلي والإقليمي، نتمنى عود زي المجتمع المدني غادي يحرك أي النداءات على المسؤولين باش أذعجلن من أجل تهيئة الطريقة يا ونيتا مبرد ونيتا تبدي رسالة وصل بين الجماعتين تبدي وظن عم سيدي وتستعملن توقع الربط. جاء القبائل يعني مريق قيمة مو متفذ أذ يعني الخراب ذي الخارة تفذي وذن وقوان شاتي تعقيز ومدغي كن سنتا وذن غاس ندذو ذرين سين غاس تفذ ست سون تنعام سيدي مريع ذلو بريدة أجد ذور الحياة غال من تقايا من جديد. أقوم نمشي كلا أخوانا عم سيدي قصاح طمو طمو بين دغي كن سنة تقواس لا آخر إجارين ما رحمنت يعني الدق وزنت، ولهذا يستوجب العمل أنه باش تفذ أن يعذر وبرذا في أقرب وقت ممكن. عاود نتمنى زك برلماني نعاود النواب البرلمانيين إذا يزدي إقليم النظور أذق نجن إطلال أخو بريثة يوانيتا أذق النداءات عوض أسئلة كتابية شفوية على الأقل باش الحكومة ما تعجل نغذ مجلس جهة الشرق صاحبة المشروع حيما أذق نجويت أذق التهيئة وبريثة يوانيتا أذي يعذر كباقي الطرق ذي المملكة. أنسقين فيها شوية زيت خوشت أقوم غير خال المناظر إذا نيت قاوم ذبان إن غادي تبان وين مو نذير حيان نوانس قادي نض شاير حيان التسيدر أم ذرار أقوم القارع عن الطريق مش تجي المشاهدين نعم بس يقصح صراحة تموبين وزما بوذي ثويا ذي 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 تمو بين عادية ويجد يعني تمو بين توذا يعني كلاس يعني شنو تمو بين ذي باب نسي تحور خاص وزما بوتي سكزيت مش انت يخساس وعذري وبريد الصراحة.
خصها شويه المناظر تمو بين تعدونت زير قدرون سوا جود صغير هذا قارع عن الطريق الإخوان الزوار المفترضين القناة ديما رفاقهم. الوضع الطرقي يعني كارثي ومجحف. نتمنى المسؤولين على الصعيد الجهوي هذا خدما حما تفذ ذي يعذر وبرد ونفا أظيري أسجن الصورة حسن زي من دي الجرخ لأنه تم بين الجن عادي وزما استثقال انا هاني شويت قيم سكينه اصنق التغطيه هما مشي جوبري ذا المشاهدين عقشت لما لو تعجل نشي المسؤولين الحكوميين يغذي مجلس جهة الشرق أظن المطالب من المجلس نجمع على بريسي دار جبل أنه يتدارس لما سجن التهيئة غيوبري ذا يونيتا من أجل الصالح العام من أجل الصالح للمواطنين للمنطقة يستخدم الأبريدة وانتا أدنى وضني تعدك تا يستون تمسن ذي وباطنات تتمو من الدن من يثعمة دكور انت دمر شرير الله يحفظ تاقش حفان تدن تاقش ترك توز مسي قاعد ان شاء الله العذر انت مش انت توريت شحال قصح يسيك انت ورانيش انا كارتي مرة ثقفشتي التاني تا يروح المهم اميرو اميرو حال الاخوان شان 7 كيلومتر 8 كيلومتر امو يروحوا بريدوني تتمو بين تحت الدار دوز مار الله يحفظ اسطى ولهذا نتمنى عما خاريبه ذي سبزان بس كنت تهيئ اني وبريدي وني تنغر ذني تنغر الاخوان انذور الدور رشد كغا بريدين شرخه غاري شوين الشغل المهم شنو غون الصوره وبريد يعني يمشي لي سجن وي مامو يقمار يم 7 كيلومتر 8 كيلومتر الشتاء مونغر وين ثلاث عدد لي موسات باش هذي نحدك مجلس قاد راسي نحدك وين لكن الجماعين يسيشا أرذني تكني وجه المشاهدين الكرام دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.